السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كهربا في أول رد يعتبر رسمي لكهربا على جماهير نادي الزمالك، ويعتبر برضو أول رد ليه بعد هجوم مرتضى منصور عليه. رد كهربا من خلال صورة ورد، كتب مجموعة من الكلمات أو مجموعة من العبارات بيرد بيها أو بيحاول يكسب بيها تعاطف جماهير نادي الزمالك، وبيشرح لجماهير نادي الزمالك إيه الأسباب اللي خلته ياخد الموقف ده ويتغيب عن تدريبات نادي الزمالك وينقطع عن تدريبات نادي الزمالك ويقوم بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك ويقفل تليفوناته وما يتكلمش مع حد ما من إدارة نادي الزمالك. كلنا شفنا كلنا اللي عمله مرتضى منصور، وفيديو مخصوص عشان يرد على كهربا ووالد كهربا، وقال ان كهربا ناكر للجميل ووالده ناكر للجميل، وقال ان كهربا كان ساكن في حارة، وقال كهربا ان كان بيركب توك توك، وقال الزمالك اللي عمل كهربا، وقال ده بعد ما كان بيركب توك توك بقى بيركب عربية تمنها 20 مليون جنيه، وقال ان كهربا كسب من ورا الزمالك 150 او اكتر من 150 مليون جنيه. النهاردة كهربا بيتحكم في نادي الزمالك، وان مفيش حد يقدر يلوي دراع نادي الزمالك، ومرتضى منصور راجل القانون وفاهم في القانون، وطلع ورقه وقال عليها انها عقد كهربا ومتوثق في الاتحاد المصري لكره القدم. كلنا عارفين قصه كهربا، ان كهربا انقطع عن تدريبات نادي الزمالك، وفي كلام كتير على انه هينضم للنادي الاهلي، والنادي الاهلي مستني يخلص موقفه مع نادي الزمالك. النهاردة القصة كلها اتبلورت وتم، وقالوا ان في محامي سويسري بيشوف يعني ووكيل لاعبين بيشوف عقد سويسري او عقد مع نادي سويسري الكهرباء يتم فيه كتابة شرط جزاء بمبلغ معين، على اساس ان دي تعتبر مرحلة او بوابة لعبور كهرباء لعودة الى الدوري المصري، ويقولوا انه للنادي الاهلي. وهي يعني لما يتعاقد مع نادي اوروبي الفيفا او الاتحاد الدولي هيطلع له بطاقه دوليه مؤقته علشان يلعب بيها الحين ما يتم فصل في النزاع بينه وبين نادي الزمالك. تعالوا نرجع بقى نشوف كهربا قال ايه لجماهير نادي الزمالك من خلال الصوره والعبارات اللي كتبها على الصوره على حسابه الرسمي على موقع انستجرام. كهربا نشر صوره ليه بتيشيرت نادي الزمالك وحط ايده على قلبه كانه بيوجه كلام، او هي رسالة، رسالة عتاب أو رسالة محبة لجماهير نادي الزمالك. كتب وقال: ما تحكمش على حد من رد فعله، ما تحكمش على حد من رد فعله، ما تحكمش على حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، ما تحكمش على حد علق مستقبله بوعد. يعني هنا بيتكلم على إن اللي بيعمله ده كله كهربا، يوجه كلام زي ما حضراتكم لجماهير نادي الزمالك لكسب تعاطف جماهير نادي الزمالك، يقول لهم ما تلوموش عليا وما تحكموش عليا من رد فعلي، كل اللي انا بعمله ده رد فعلي، ما تحكموش على حد استحمل كتير، وبيقول لهم ان هو استحمل كتير وفي الاخر انفجر، خلاص كل واحد ليه طاقه ما عادش ليه طاقه انه يتحمل تاني، خلاص انفجر. ما تحكمش على حد علق مستقبله بوعد. الوعد اللي بيتكلم عليه على ان نادي الزمالك وامير مرتضى منصور، ومرتضى منصور كانوا وعدوه بتعديل عقده ورفع قيمه عقده مع نادي الزمالك، وادى مهله وقعد ولعب، والوعد ده ما حصلش. قال لك علق حد مستقبله على وعد وما حصلش. ما تحكمش على حد بذل كل طاقته وما تقدرش، يعني عمل كل حاجه مع نادي الزمالك، لعبت وجبت بطوله الكونفدراليه وشاركت ومش عارف ايه وما حدش قدرني، فلا تلومني فيما لا تعلم، ما حدش يلوم حد في اللي ما يعرفوش، ولا تعتب علي فيما لا تعيشه. لكل فعل رد فعل. يعني هو كده بيقدم مرتضى منصور وامير مرتضى من وجهة نظره، رد الفعل ده رد على اللي عمله مرتضى منصور وامير مرتضى منصور، انهم ما فعلوش عقده او ما زودوش قيمه عقده ورفعوا العقد بتاعه زي ما هم وعدوه، وقال ان ده يعني زي ما هو اعتبروه تاديب، يعني انا بعاقبكم ان انتوا يعني ما التزمتوش بوعدكم ليا، واللي حصل حصل. يعني
نشوف كهربا ومرتضى منصور الأمور ما بينهم هتتطور وهتوصل لحد فين. أما الموضوع التاني بقى، وموضوع يعتبر هام يعني، موضوع محمد صلاح. محمد صلاح في هجوم شديد على محمد صلاح في الفترة الحالية، مش هجوم غير مبرر يعني. ممكن اتكلمنا عن محمد صلاح، اختلفنا مع محمد صلاح في موضوع وردة، وانتقدنا محمد صلاح في دعمه لوردة، حقه علينا وحقنا احنا كجماهير ومحبين محمد صلاح. وزي ما قلنا قبل كده، ان الواحد لما بيحب حد بيبقى عايزه يكون في احسن صورة. وزي ما قلت برضو، الصحف الانجليزية الميرور وغيرها كتبوا عن موضوع دعمه للتحرش الجنسي بتاع كهربا، وبالتالي هتفضل يلاحقوا الموضوع ده في انجلترا. مفيش حق، ما بيعندوش الكلام ده. فهو حط نفسه في موقف بالنسبة للنقد، شخص اي شخصية عامة محل للنقد، لكن النقد غير التجريح. النقد غير التجريح، انتقد ليه موقف معين، تصرف معين، انتقد ليه. لو انا في مجال الرياضة انتقد اداءه، انتقد لعبه، انتقد علشان عايزه للافضل، ادعمه. نقد بناء زي ما بيقولوا، ونقد من خلال تصرفات انت مش توافق عليها. لكن التجريح او قله ادب، اسمها تجريح او قله ادب لما النهارده تقول له او تكعيره فلاح، وكان اللي بيقول ان محمد صلاح فلاح انه من نجريج وقريه وبتاعك انه فلاح، وكانه فاكر ان في كلمه فلاح دي عيب، يبقى بني ادم صغير مش فاهم حاجه. فلاح ده شرف، بني ادم اتربى على الاصل وعلى الطيبه وعلى الفطرة، على كل حاجة يعني جميلة بتوع يعني تربية القرية دول يعني. وبعدين في حاجة، مين في مصر كلها أصله مش أصل فلاح يعني؟ كل معظم هتلاقي اللي عايش في أفخم مكان في القاهرة، في أي جد وجده التالت الرابع، هتلاقي فلاح، كلنا فلاحين. فالنهاردة لما يجي واحد يعلق مثلا محمد صلاح الفلاح، محمد صلاح بتاع الثانوية الصناعية، محمد صلاح ايه، انت مالك بقى؟ وبعدين هو دي حاجه، دي حاجه تميزه. بمعنى ايه؟ محمد صلاح الفلاح اللي مش عاجبك ده، محمد صلاح بتاع الثانويه الصناعيه، فني فني صناعي ده، ولا معاه دبلوم صناعي زي ما بيقولوا. محمد صلاح دلوقتي بقى من افضل 3 لاعبين في العالم. محمد صلاح طور نفسه، تعلم اللغه الانجليزيه، اللي انت ممكن تكون خريج جامعه وما بتعرفش تقول جمله باللغه الانجليزيه على بعض. شرف لي انه بنى نفسه، ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله اولا واخيرا، ثم انه طور من نفسه، حاول يتعلم حاجه. انما انت تقعد تقطع فيه، انتقدناه زي ما بقول لكم على موضوع ورده، ولكن للاسف وانت لما يعني في فرق بين، انا مش دافع محمد صلاح كدفاع، لا انا بدافع عن فكره. كلنا كنا بنتكلم عن ابو تريكه في وقت من الاوقات، ففي ناس معينه هجمت ابو تريكه، في ناس دافعت عن ابو تريكه. النهارده هتلاقي الناس اللي دافعت عن ابو تريكه هي اللي بتهاجم محمد صلاح. ليه؟ ما ينفعش نحب الاثنين، ما ينفعش نقدر الاثنين، ما ينفعش نقول الاثنين محترمين. ابو تريكه مش فوق النقد، محمد صلاح مش فوق النقد. انا بتكلم عن ابو تريكه، وهي ما دافعت عن ابو تريكه، وهدافع ربنا وقت يعني لحد ما ربنا يديني العمر ان شاء الله، طول ما انا بعمل حضراتكم فيديوهات واقدر اقول كلمه حق، هتكلم ودافع عن ابو تريكه، وبالتالي برضه عن محمد صلاح. محمد صلاح لا يقل قيمه واحترام وادب. محمد صلاح محترم، محمد صلاح مهذب، محمد صلاح ملتزم. ليه يعني لازم يا واحد في الاثنين؟ ما ينفعش الاثنين. ليه نقول ابو تريكه، ايه لا نقول محمد صلاح؟ ما ينفعش نحب الاثنين، ما ينفعش الاثنين يبقوا محترمين، ما ينفعش الاثنين يبقوا كويسين. لازم واحد يبقى وحش والتاني يبقى حلو. يعني الجماعه بتوع ابو تريكه يهاجموا محمد صلاح، والجماعه بتوع محمد صلاح يهاجموا ابو تريكه، الاثنين على فكره في مركب واحده. اذا كان حصل ما بينهم كلام، او حصل من ابو تريكه انتقاد لانتقاد لتصرف لمحمد صلاح، مش معنى كده انه بيهاجم محمد صلاح. لا، انت يعني اي انسان خلقه ربنا، مفيش حد يقدر يجي، مفيش اجماع عليه، مفيش حد يقدر يقول عليه كويس 100%. حتى هو نفسه ممكن يشوف، شايف بينه وبين نفسه، وشايف في نفسه عيوب. انت نفسك، انت مع نفسك كده تقدر تحدد، انا مميزاتي وعيوبي عندي عيوب كذا، في حاجات مش عاجباك في شخصيتك، في اسلوبك، في طريقتك. فليه يعني، ما يعني اللي عايز يقبل ابو تريكه يقبله زي ما هو كده، محمد صلاح يقبله زي ما هو،
مع النقد البناء، او عايز تنقده تنقده في موقف معين في تصرف معين، لكن النقد بقى او مش نقد، قلة الادب عيب، قلة الادب عيب ان انت تقول اصله فصله. مين فينا اصله ولا فصله؟ والراجل يعني اذا كان حالته الماديه قبل كده ما كانش ربنا كرمه واداله، يبقى ربنا يديكو ويدينا ويدي الناس كلها. بس لما نيجي نتكلم باسلوب محترم، ان مش الفلاح بتاع دبلوم اللي مش عارف، يمكن افضل من اللي بيتكلم، افضل منك مليون في المية. يعني الراجل اللي انت بتنقده ده سيان محمد صلاح او غيره، ممكن يكون افضل منك عند ربنا مليون مرة. الله اعلم، ربنا يهدينا جميعا يا رب. اللهم امين. السلام عليكم.